لا هي ساعدتهم بتحسين ظروفهم المعيشية ولا مكنتهم من ترميم مساكنهم والعودة لحياتهم الطبيعية. هذا هو حال ساكني مجمع السبعة كيلو في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار الذين فروا من مخيمات النازحين التي باتت جحيما لا يطاق إلى منازلهم في منطقة الشقق البيض التي تعيش منذ سنوات أحوالا بائسة وتحتاج للترميم، وتمتنع السلطات الحكومية حتى اليوم عن تحقيق هذا لهم. هذا مجمع أغلبيتهم أنا تريتهم أرامل وأمورهم لا راتب لا سهام رايحة خبزة ما قدرنا عليه نودي للجيران جيران يودونا هم طابخين الناس توزع الناس من أكلهم من موجود رغم يعني أمورهم حتى راتب ما عندهم أمورهم تعبانة. حال هؤلاء الذين ذاقوا مرارات النزوح وآلامها في وقت مضى القاطنون اليوم في شققهم المتعبة التي تحتاج للترميم والإعمار لا أفضل من لسان طفل يشرح مآسيهم. همت هذا المجمع كله فقاعة، أكو هناك فقاعة، أكو هناك فقاعة، تلقى حتى ما عندهم يتحسرون على لقمة الخبزة. حتى السحور يدون يأكلون ما يقدرون. تأخير منحة العائدين والتعويضات من قبل السلطات الحكومية سبب هذه المأساة التي فاقمتها الأزمة الاقتصادية والصحية التي تعيشها البلاد. إحنا شققنا واقعة وما حد طانا لا تعويض ولا بناء، وجينا تهجرنا هنا، وهاي كلها العوائل ثلاثة أرباعها فقرة بشكل. ومساعدات ما قاعد تجي، كانت تجينا المساعدات المنظمات هسه بعد حتى مساعدات بعد ما يطل العلم. وهذا شهر رمضان اتمنى من عند الخيرين والشرفاء اكون يجون على الفقراء ويساعدوهم. هنا بالمجمع هواي عوائل وهواي فقراء ما عندهم فلوس وما عندهم حتى راتب. والى ان تسمع اصوات مناشداتهم بتصحيح اوضاعهم المعيشيه يأمل سكان المنطقة هذه بالتفاتات كريمة تخفف عنهم أعباء الفقر والحاجة التي باتت كبيرة.